السلام عليكم جماعة. الفيديو ده بخصوص اللينك الميرور لينكينج مع الموبايل والتابلت، ان احنا بنوصل جهاز التابلت او الموبايل بالكاسكا ميرور لينك، ونقدر نعرض على شاشة الكاسكا، والكنترول بيبقى من الموبايل طبعا. نقدر نعرض يوتيوب، فيسبوك، كل ابليكيشنز الاندرويد المتاحة. وطبعا السبيد بتعتمد على الباقة بتاعتك، والكاباسيتي بتعتمد على سايز الميموري الموجودة جوه الجهاز. دلوقتي هنتنقل لشاشة الميرور لينك. معكم المهندس هاني ناجي والدكتور أحمد مصطفى، هنعرض لكم الميرور لينك. هنروح للسورس ونغير على الأوديو فيديو. هذه واجهة البرنامج اللي هو خاص بالجهاز اللي هو مركبينه، وده وتم استيراده عن طريقي. ومعكم الدكتور احمد هيشغل السكرين ميرورينج. طبعا السكرين ميرورينج ده اوبشن بيبقى موجود في الموبايلات المحترمة شوية، يعني مش هنلاقيه في الاس 3 ولا هنلاقيه في الستار. تمام، حصل الميرورينج ما بين الجهاز الكاسكا وما بين الموبايل. طبعا الشاشة في النص عشان احنا عاملينها بورتريه، مجرد ما دكتور احمد يقلب على اللاندسكيب مود، هو كان مشغل على جوجل مابس على طول. عمل لنا سيرش كده على حاجة بحيث نجرب جوجل مابس معاكم. تمام، سيرش اي مكان معين كده. تمام، نفعل النافيجيشن ليه بعد اذن. ايه ده؟ دي حاجة على الموبايل صارت. تمام، دوس على النافيجيشن عشان نبدا النافيجيشن. left onto 36 then turn left onto El Naus to Shah Mohammed Mustafa. طيب كده احنا ايه، west toward 36 then turn left onto 36. خلاص يا ست الحاج، ماشي. احنا كده ايه، تشغيل جوجل مابس على الكاسكا. ممكن نجرب ابلكيشن تاني زي اليوتيوب مثلا. دكتور احمد هيورينا اليوتيوب. طبعا انت تجيب ستاند ظريف كده زي الستاند الصغير ده اللي هو بتشارجر، تجيب ستاند ظريف وتحط عليه الموبايل وتعمل كنترول منه. وممكن تشتغل عن طريق ماوس، ممكن تركب ماوس على الموبايل وتشتغل بماوس او تاتش باد زي بتاعت اللابتوب. دكتور احمد اختار لنا فيديو يشغله كده. This is form card. A handy pocket-sized card, meltable bioplastic. تمام، ممكن تعمل التليفون عادي في الوضع بورتريه برضو عشان ايه، يبقى الناس عارفه ان هو يعني شغال يعني ايه كونتينيوس نقل لداتا التليفون. طبعا الاستندات اللي تجيبها ظريفه الموبايل، ممكن تعمل بيها الموبايل كده بالعرض عشان يعرض يظهر شاشته. تمام، اوكي، نجرب فيسبوك مثلا. ندخل على الجروب لو حضرتك كونكتد على طول على الفيسبوك. دكتور احمد، تمام، زي ما احنا شايفين عرض الموقع. تمام، احنا على اعز جروب بالنسبه لنا، والبوست ده تقريبا حطه استاذ شريف من قطب اهو. تمام، صباح الفل استاذ شريف. كده احنا اختبرنا السيستم اللي هو الميرور لينك، وزي ما انتم شايفين كل ابلكيشنز الاندرويد فاليد، تقدر تشغلها. وممكن على طول بتاكد زرار واحده صغيره كده نرجع على من السورس، نرجع نشوف نشغل اليو اس بي بتاعنا مثلا، او اليو اس بي مثلا. اوكي، ولو نقلنا في اي لحظه يعني اليو اس بي شغال،
الميرور لينك موجود حتى الآن، وفي أي لحظة ممكن نرجع على طول الميرور لينك بتاعنا شغال معانا. تمام، انت ايه قافل الموبايل؟ طب شغل اي حاجة عشان بس الناس تبقى احنا في الميرور لينك موجودين. تمام اوكي. عندك جيمز؟ هي الفكرة وضحت يعني عموما. اوكي ماشي يا فندم، احنا متشكرين لكل السنتروية وصباح الفل، وان شاء الله الفيديو الجديد هيبقى تشغيل الكاسكا اندرويد مستقل ديديكيتد عن الموبايل خالص، اندرويد كامل 4.4، 2 راما، 16 جيجا ميموري، وفي قابلية للهارد ديسك انك تزود هارد ديسك، وبيشغل كل الاكستنشنز والفضل يعني بعد هداية الله لدكتور أحمد مصطفى في اكتشاف موضوع تشغيل الكاسكا كجهازين في نفس الوقت، جهاز أندرويد وجهاز ويندوز كاسكا بكل إمكانياته الجميلة. وده إن شاء الله هيبقى في الفيديو الجاي، وسلام عليكم ونشوفكم في فيديو جاي على خير.